steroid and thyroid hormones. الخلايا كذلك اكو وسيله للتواصل فيما بينها نسميه كيميكال سيجنال. هذا التواصل يتم عن طريق 3 ميكانيزم، يا اما عن طريق الهرمونز سيجنالينج بين سيلز ان ديفرنت تيشو فيا سيركيليشن. اخذنا العام الثايرويد تتذكرون التي اس اتش مين فورس نبتكر وين يشتغل على الثايرويد اللي هي بعيده. بعد عندي نيورو ترانسميترز مثل السيركيليشن نوع الادرينالين والاكسيتايكولين يشتغل مايكرو سينابسيس، وعندنا لوكال كيميكال ميدياترز اللي هي سيجنال بين ادجسنت سيلز او نسميه بارا كراين افكت مثل الانفلاميشن سايتوكين بتتحرك. هاي الصوره بين الانواع من جديد النيورو ترانسميترز اعتبرها سينابتيك، بارا كراين اللي هي لوكال كيميكال ميدياترز. ليش بقى؟ لا 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 شو مجال قال 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 chemical signaling building. Local chemical mediators are the semi-paracrine, neurotransmitters are the semi-synaptic, and endocrine are the hormones. And then the receptors بالحالة الاعتيادية هل بهم function؟ بهم وظيفة؟ إذا ما مرتبط به شيء؟ لا اعتبرها انهم functionally silent. زين شنو الشيء اللي يرتبط به هي الريسر اكشن؟ شنو نسميه؟ شنو نسميه؟ ليجند. الليجند اذا هو شنو؟ هو اني سمول مولكيول ذات بايند سبيسيفيكالي تو ريسبتر سايت. يعني شنو سبيسيفيكالي؟ يعني بالضبط القفل والمفتاح. يعني احنا كل مفتاح يفتح اي قفل؟ لا، كل قفل له مفتاح خاص. فمثل الليجند بالمفتاح والريسبتر هو اوكي. فكل ليجند يرتبط بريسبتر خاص به. الليجند اقسمها الى 3 انواع. اذا هذا الليجند سوى اكتيفيشن للريسبتر شو نسميه؟ نسميه اغونيست. واذا سوى ان اكتيفيشن او ريسبتر او without اكتيفيشن نسميه انتاغونيست. واذا سوى partial اكتيفيشن يعني معناها unable to elicit the maximal cell response نسميه partial agonist. فهنا أنا أسألكم سؤال define the ligand and mention its types. أعرف هي قولي أنواع agonist antagonist و partial agonist. Antagonist الligand هو شيء antagonist molecule that find specifically to the receptor. إذا هاي المولكيول سوت activation للـ receptor شو نسميه؟ agonist. وإذا سوت أو ما سوت activation شو نسميه؟ antagonist. وإذا سوت partial activation يعني don't elicit ما سببت maximum response أسميه partial agonist. فالسؤال نسأل عليه إنه define the ligand and mention its types. تمام؟ فهاي الصورة توضح إنه الأجونست إذا ارتبط بالريسبتر راح يتفعل، والأنتاغونست إذا ارتبط بالريسبتر تاخذون الفارماكولوجي راح تتوضح عليكم. اكو دراجز
سو ادرايس اكو درايس انت ادرايس اكو درايس بارشل تمام يعني انا اكو درايس ما اريد يسوي لي ماكسيمم ريسبونس اريد يسوي لي بارشل ريسبونس ما احتاج ان اتن يعني مثلا نقول هذا الدرايس مثلا مصر ريلاكسنت انا ما اريد هذه المصر تموت بحيث ويكنس بعد انا ما اقدر اتحرك اريد شوي اقللها من حاله كونتراكشن الى حاله ريلاكسيشن بس مو سيفير ريلاكسيشن بحيث يصير ويكنس بعد اكو درايس مثلا اذا بسوي تيكي كارديو انا ما اريد اسوي لي الهارت بيت 200 والسر الرسمي لا اريد بشكل اقل عن 120 اوكي هاي فائده البارشال طبعا من فارماكولوجي راح ناخذ تفاصيل زين عرفنا النيجاتيف انواع نجي على الريسبتر هو شنو الريسبتر هو موليكيول ذات ريكوجنايز سبيسيفيكالي الليجن مثل ما الليجن هو سبيسيفيك الريسبتر ايضا سبيسيفيك يعني كل ليجن له ريسبتر خاص فيه وممكن انه الريسبتر ترتبط به اكثر من ليجن تمام مثلا معناها مثلا الادرينال ريسبتر ممكن يرتبط به نورادرينالين ممكن يرتبط به ادرينالين تمام الريسبتر اذا قلنا انباوند يعني اذا ما مرتبط به شيء شو نسميه فانكشنالي سايلنت يعني ما له وظيفه زين من ارتبط الليجن بالريسبتر شلون راح يصير الاكشن هذا الارتباط راح يسوي ريليس اوف انتراسيلولار سيجنالينج بروتينز هاي البروتينز راح تؤدي الى انتاج نسميه الافكتر الافكتر يعني نعرف الافكتر هي المولكيول ريسبونسبل فور كارينج اوت ذا ريسبونس يعني من اجى الادرينالين ارتبط بالسير انا هاي السير اريدها شنو مثلا تتقلص من اللي يخلص السير الادرينالين لا الادرينالين ارتبط بالريسبتر حفز السير انه تنتج سيتوسكيليتال او سيتوسكيليتال بروتين هذا البروتين هو اللي يخلي الخليه تتقلص شو نسمي هذا البروتين؟ نسميه افكتر فممكن هذا الافكتر يعتبر بروتين ممكن ترانسكريبشن فاكتور وممكن انزيم لا ممكن اكو استراتيجي الريسبتر ممكن يفتح شنو يدخل ايونات هذا النوع بس اكو ريسبتر لا راح ينتج لي مواد جديده مثل الثايرويد والستيرويد هرمون راح يسوي لي جين اكسبريشن وتنتج لي مواد جديده اوكي ولا مثلا جي بروتين هذا راح يفعل لي بروتينات جديده او انزيمات جديده انه تحفز دي جلايكوليسيس مثلا جلايكوجينولايسيس او جلايكوجينيسيس تمام فالافكتر هو اللي ينقل الريسبونس من الريسبتر الى السير اوكي يعني خلينا نقول السير بتتقلص اجل الادرينالين ارتبط بالريسبتر مثلا الريسبتر حفز انتاج بروتين سيتوسكيليتال بروتين هذا البروتين يخلي الخليه تتقلص شو نسمي هذا البروتين او البروتين نسميه الافكتر اذا الافكتر اعيده هي مولكيولز ريسبونسبل فور كارينج اوت ذا ريسبونس تنقل ريسبونس اوكي والاز ريسبتر اوف داون سيجنال بروتين ولا سيجنال مسنجر على الاي اس ان جي اي سيجنال مسنجر ترانسبت سيجنال تو الافكتر اوكي فممكن الافكتر يكون انزيم ممكن سايتوسكيلتون بروتين ممكن ترانسكريبشن بروتين زين فاحنا هسه شنو دور الريسبتر في السيلولار فيسيولوجي شنو اهميه مثلا بدايه المحاضره كنا اول شيء احتاج الى سيجنالينج باي هرمونز اند لوكال كيميكال ميدييتورز اذا يكون التي اس اتش العام يرتبط بالريسبتر مالته هيموجلوبين اوتو انتيبادي هذا مثال نيورو ترانسميشن اتس ذا داكتور تو اس دايكتور يو من الجنايه سيلولار دليفري المحاضره الجايه راح نحكي عن السيلولار دليفري كنترول اوف جين اكسبريشن ان الثايرويد والستيرويد هرمونز الافكت مالته عن طريق شنو؟ تغير بالجين اكسبريشن بعد release of intracellular calcium stores intracellular calcium أحتاج أخذ مضاد الكالسيوم مثلا في muscle contraction فمن يحفز هذا release الريسبتر وآخر شيء immune response أحتاج السنة الجاية infection module إنه بعض cells مثل CD4 major histopathology complex اللي كلها عبارة عن receptors ممكن يرتبط به antibody ممكن يرتبط به فالفورم بدي وراح تحفز الخلية على مدة تتخذ إجراء معين إجراء يعني مناعي تمام؟ فهنا أنا أسأل سؤال Give me four rules of receptors in cellular physiology تمام؟ عدد دي من واحدة دي أربعة من السيرو
فأقول ارتباط الريسبتر بالليجن إذن يشبه ارتباط الإنزيم بالسبستريت. بس شنو الفرق بين ارتباط الإنزيم بالسبستريت عن ارتباط الليجن بالريسبتر؟ أكل ثلاث فروقات. الفرق الأول الأفينيتي بين الليجن والريسبتر أعلى بالليجن أقوى أعلى من الأفينيتي بين السبستريت والإنزيم. هذا الفرق الثاني the concentration of ligands with nanomolar to micromolar تركيز جدا قليل. اوكي بينما تركيز السبستريت شبيه بالمايكرومولر الى مليمولر. اذا تركيز الليجند شبيه اعلى الى اقل من السبستريت. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث الليجند من ترتبط بالريسبتر will be chemically modified not chemically modified بينما substrate من يرتبط chemically modified. مثال يعني الادرينالين من يرتبط بالريسبتر راح يغير شيء من الادرينالين من الستركشر مالته؟ لا راح يبقى نفسه. بينما من اخذنا الجلوكوز اوكي من يشتغل عليه الانزيم الهكسوكاينيز شو يحوله؟ الى جلوكوز 6 فوسفيت فصار chemical modification بالsubstrate. اذا نال اسالكم give me the differences between enzymes and substrate and ligand and receptors. What is the product? The ligand higher affinity than the substrate. The ligand تركيز أقل من substrate. The ligand not chemically modified بينما substrate should be chemically modified. تمام؟ واضح؟ بس النقاط أنا واضحة. تذكرون الجلوكوز substrate. انت من الفاعل بين الانزيم هيكسوكاينيز وقلب الجلوكوز نفسه شو تحول؟ الى جلوكوز 6 فوسفيت. اذا شو نسميه صار؟ كيميكالي موديفايد. بينما الادرينالين من يرتبط بالريسبتر راح يتحول الى ستراكشر جديد؟ لا راح يبقى نفسه. فنقول نوتش كيميكالي موديفايد. تمام؟ واضح؟ التشابه هي نفس الميكانيزم قبل المفتاح. كل سبستريت الى يعني سبيسيفيك انزيم واكو ارتباط يصير واكو ريأكشن يصير. هذا الاشياء الاختلافات بالضبط يعني مبدا السبيسيفيتي هو يعني اكثر مبدا الاشياء هي ممكن مبدا نسميه قبل المفتاح. يعني كل سبستريت الى انزيم وكل ليجند الى ريسبتر. فاحنا ليش ما نعتبر الانزيمات من سبستريت نعتبرهم ريسبتر وليجند؟ ليش؟ لأن أكو فروقات بين هذه الدين. تمام؟ زين. عملية هاي انتقال السيجنال من الريسبتر إلى حرف السير صار في إفكت نسميه سيجنال ترانزكشن. راح نحكي الأسبوع الجاي أكثر عن التفاصيل. بس نقسم أن الريسبتر اللي تنقل السيجنال إلى نوعين هيدروفيليك وهيدروفوبيك. هيدروفيليك يعني شنو؟ محبة للماء. هاي الهيدروفيليك تقدر تنقل السير من غيرين؟ لا لا. فلعل شلون هاي اللي قال الهيدروفيليك شلون يسوي الإفكت؟ الريسبتر يكون موقع وين؟ السيل ممبرين. نسميه ممبرين ريسبتر. هاي منو هايدروفيك. الهايدروفوبيك مثل السبيرويد والثايرويد هرمونز شبيهه يقدر تعبر السيل ممبرين ولذلك الريسبتر مالته وين موجوده؟ داخل الثدي. تمام؟ هذا يسمى دكتور شوفوا هاي هايدروفيليك مونيكيولز ما تعبر السيل ممبرين الريسبتر مالته على سطح الخليه نسميه ممبرين ريسبتر. بينما الهيدروفوبيك مولكيول مثل ستيرويد هرمونز يقدر يعبر السيل ممبرين والريسبتر مالته وين موجود؟ داخل الخليه نسميه نيوكليا ريسبتر. تمام علي؟ تمام شكل الفرق بيناتهم؟ زين. بس نجي على شنو من انواع الريسبترز؟ قسمنا الى اربع انواع رئيسيه اللي هي اول نوع ممبرين باوند ريسبتر والانتجرال ايون شانل. يعني الريسبتر هو ممبرين ومرتبط ايون شانل. هذا النوع الثاني ممبرين باوند ريسبتر والانتجرال انزيم اكتيفيتي. الريسبتر هنا بالاخير وياك الريسبتر هنا مرتبط بالانزيم. هذا النوع الثاني. النوع الثالث ممبرين باوند ريسبتر ويش كابل تو ريفكتر ثرو ترانسديوسنج بروتين اللي يسميه هذا الجي بروتين كابل ريسبتر. النوع الرابع انتراسيلولار ريسبتر. هاي الريسبتر النوع الأول إن الريسبتر موجود على شانل من يرتبط الليجند
شانل راح تنفتح راح يدخل الايون. هذا النوع الاول. النوع الثاني جي بروتين راح نحكي عليه في المره الجايه. النوع الثالث تايروسين كاينيز، هنا الريسبتور مرتبط بانزيم اسمه تايروسين كاينيز. والنوع الرابع انتراسيلولار ريسبتور. هسه نجي نحكي على كل نوع. طبعا هذا الجدول فروقات بيناتهم كلش مهم. كل ريسبتور يعني فرق عن الثاني. اول شيء باللوكيشن، اول ثلاث انواع وين موقعهم؟ وين؟ بالمبرين. بالمبرين. النوع الرابع انتراسيلولار، موقع انتراسيلولار ونسميه نيوكليار ريسبتور. الافكتر يعني هذا الريسبتر على شنو راح يشتغل؟ بالنوع الاول راح يشتغل على شنو؟ دي مثلا صوديوم شنو. النوع الثاني راح يشتغل على شنو او انزيم، بالغالب هو انزيم مثل الادينين سالفيز. النوع الثالث من اسمه انزيم الافكتر شنو؟ انزيم. والنوع الرابع ما دام هنا نيوكليار ريسبتر راح يرتبط بالدي ان اي، لان الافكتر هنا هو جين ترانسكريبشن. الكوبلين النوع الاول دايركت مباشرة يرتبط بالريسبتر ويا الليجند. النوع الثاني عن طريق الجي بروتين، النوع الثالث دايركت، والنوع الرابع يرتبط عن طريق الدي ان اي. زين، مثال النوع الاول نيكوتينيك ريسبتر والجابا، النوع الثاني الجي بروتين المسكارينيك ريسبتر والادرينا ريسبتر، النوع الثالث الانزيمينيك مثل الانسولين ريسبتر والجروث فاكتور، والنوع الرابع الستيرويد والثايرويد. بالنسبه للوقت، الوقت يختلف هنا. يعني الافكت مال الدي ان اي ملي سكند، مثلا انا بدي اسوي مصل كونتراكشن فمو اضل ساعه يوم تتقلص عضلتي، لا احتاج شنو؟ اجزاء من الثانيه. بينما بالنوع الثاني اعلى شوي سكند، مثلا دقات القلب انا خاف واحد من شغله شيء صار عندها تكيكاردي، هذا يحتاج سكند. النوع الثالث مثلا الانسولين، الانسولين يشتغل بثواني لو ساعات، ساعات يلا يشتغل. النوع الرابع الثايرويد والستيرويد. البيشنت انا انطيه علاج الثايرويد او انطيه ستيرويد، الاستجابه عنده راح تحدث خلال سكندز لو ساعات، ممكن ساعات الى ايام، بالغالب هي ايام. اوكي؟ هذا الجدول مهم دائما نجيبه، انه انطيني مثلا 3 differences between again بين الايام شنو عن جيبروتين كابيتال سكتر. او نصير الطريقه الاخرى اقول لك give me the characteristics of enzyme link receptor. تقول لي location membrane. effector enzyme. coupling direct. المثال انسولين. والوقت hours. يعني هذا دائما نجيب السؤال ما عم يفهموا الطلاب. شنو عم يفهموا صيغ. بس اعتقد واضح. يا اما اقول لك قارن لي بين البيت عن ايش؟ الحشي. ادوب شوي. يا اما اقول لك قارن لي بين مثلا فلان ريسبتر وفلان ريسبتر. او اقول لك اعطيني كاركترستيك او فلان ريسبتر. هذا من كاركترستيك. تمام؟ واضح علي؟ يعني اقول لكم السؤال في غموض او واضح؟ جيب مي؟ الثاني هنا يشتغل. طبعا الثايرويد اذا انطي عن الثايروكسين يعني مو راسا يبين عليه ليش يا جماعه هايبوثايرويدزم جاء من العياده وانطيته ثايروكسين راح يجي ثاني يوم يقول لك انا صرت زين؟ لا بعد الايام انطيته الستيرويد اذا انطيت للاسماء او للروماتيك ديزيزز تنطيه اياه على ايش؟ يجي ثاني يوم يقول لك صرت زين؟ لا بعد كم يوم من جهه وهو ترتيب الريسبتر وهي الخطوات شو؟ يعني يكون يجي يطلب النواة يرتبط بالدي ان اي يكون جين جديد يعني مو جين جديد يسوي ترانسكربشن ام ار ان اي جديد الام ار ان اي بعد الرايبوسوم ينتج بروتين جديد هذا البروتين يروح للخلايا المستهدفه ويسوي هذا الدور هاي العمليه اراده لها وقت بينما بالنوع الاول مجرد شنل تنفتح تحط الصوديوم شفتوا رياكشن بوتنشال وغيره اوكي ثواني يعني سام الثاني يعني ثاني خلصت ايدي الثاني خلصت ايدي هذا يكون ريسبتر اشتغل شنو فتحه ودخل من الصوديوم وصار اكشن بوتنشال خلصت ايدي فمو اول ساعه لازم تخلص ايدي ملي سكت فكل واحد حسب الفانكشن مالته هذا الدور يعني الدور اسمه يعني الدور اسمه يعني الدور اسمه من اي او اي الانسولين من نار الاحلام او مو خلال ثواني يشتغل ينزل الشوكار من نار
الخاطر احنا لو رسعتي يبقى الشجر مرتفع. اوكي يلا بعدين الانسولين بس وقال لنا من نطيه وعنده فارغ شوية تختلف أطلع نسوي وعنده ثلاث أطلع شورت عارفين أول ما نطيه وسنة ينزل حسب تركيب الفارماكولوجي وأقول لا لونج عارفين نطيه يلا بيشتغل 24 ساعة تمام نطلع بالفارغ بس انت افهم نعم قلنا هو أخذ تايم سكيل كم ساعة أخذ تايم سكيل ليش حسب الفانكشن مال هذا النوع الأول نمشي عنه اجى اول شيء نيورون ترانسميتر ارتباط بالريسبتر اوكي ارتباطه يؤدي الى هذا الريسبتر عباره عن شانل ارتباطه يؤدي الى فتح الشانل ودخول الايون هذا نسميه شنو ديجنيتد ايون شانلز النوع الثاني هو عباره عن انزيم اسمه تايروسين كاينيز من يرتبط الليجند هذا الريسبتر هذا الانزيم تايروسين كاينيز راح يصير به فوسفوريليشن فسفر ما يشوف ذرات مال فسفور جمع بي هاي الفسفور راح تسوي اكشن معين اوكي النوع الثالث اللي هو الجي بروتين هذا هو اعقد نوع بي تركيبه معقد يتكون من 7 تراس ممبرين لاين ريسبتر يعني 7 ريسبترات بهذا الشكل طبقات طالعات بالسيم ممبرين وبي 3 صار يعني الفا وبيتا وجاما المحاضره الجايه راح نجيب تفاصيل نعم ثاني عيد الجي بروتين القابل الدائم تايروسين كاينيز هناك مرتبط بالشانل ريسبتر هنا الريسبتر مرتبط بالانزيم تايروسين كاينيز فمن يرتبط الليجند بالريسبتر هذا التايروسين كاينيز راح يصير في فوسفوريليشن اشوف الفوسفور هاي الفوسفور راح تسوي اكشن معين تمام يعني يختلف عن النوع الاول النوع الاول يرتبط شانل تنفتح تدخل الايون النوع الثالث شوية خطواته أطول أعقد مو مباشر اللي هي يدخل شوف الليجن ارتباط بالريسبتر هاي أول خطوة راح إحنا مو قلنا هناك الإفكتر إنزيم أكو إنزيم اسمه أدينين سايكليز هذا شيء حوالي الـ ATP إلى CAMP هذا CAMP يسميه سكند مسنجر هذا CAMP يحول البروتين كاينيز إلى أكتيف بروتين كاينيز وهذا الاكتيف بروتين كاينيز يحول الـ ATP الى ATP وفسفور وهذا الفسفور يحول الـ الاكتيف بروتين الى اكتيف بروتين طبعا سألتوا حسيتمون ليش هذا التعقيد هذا طب هو في البداية الليجند ارتبط بالريسبتر ويصير فسفور هذا البروتين ليش هالخطوات راح اشوفها بنهاية المحاضرة نسميها امبليفيكيشن اوف سيجنال تمام فالخطوات مال الجي بروتين اعقد وأطول بها تفاصيل أكثر من نفقين دكتور التراسلير ريسبتر دكتور الخطوات حفظ لا نعم الخطوات لين يحفظ هنا سألنا ما في شيء محاولة جاية تفاصيل كلها عن جي بروتين ايه ما في أدرينك سايكليز يحول الـ ATP إلى CAMP والـ CAMP يحول البروتين كاينيز إلى أكتيف بروتين كاينيز والأكتيف بروتين كاينيز يحول الـ أكتيف بروتين إلى أكتيف بروتين هنا سألنا ما تمام الانتراسيلولار ريسبتور قلنا مثل الثايرويد مثل الستيرويد التستوستيرون استروجين كورتيزول اوكي هذول وين موجودات موجودات داخل النواه طيب راح يجي هنا الليجند ايش في يعبر السيل ممبرين اولا يرتبط كومبلكس اسمه هرمون ريسبتور كومبلكس بعدين يدخل الى داخل النواه هذا الهرمون ريسبتور كومبلكس ايش فيه تريجر جين ترانسكريبشن حتى الجين ترانسكريبشن يعني معناها شنو؟ راح ينتج لي بروتين جديد او يسوي اكتيفيشن او بروتين معين تمام؟ الخطوات تختلف هنا لانه هنا عندي جين ترانسكريبشن وعلى مود اسوي اكتيف بروتين او انتج بروتين جديد زين فشينا انه ليش هالجين بروتين ليش هالخطوات هاي؟ ليش هالتعقيد هذا؟ حتى هم نيوكليار ريسبتر هم بيها اكو شيء اسمه امبليفيكيشن شنو امبليفيكيشن؟ تضخيم الاشعاع يعني امبليفاير مضخم الاشعاع يقول لك كونسنتريشن اوف ماني سيجنال موليكيول از فيري لو هاي السيجنال موليكيول اللي قد تركيزها جدا قليل ان ايش اوف ذا اور ميكانيزم ذير از بوسيبيليتي اوف امبليفيكيشن فور اكزامبل باي استيميتنج ذا اكتيفيتي اوف ان انزايم
the binding of chemical signal molecule to signal receptor undergoes modification of hundreds or thousands of substrates. يعني شنو نشوف الصورة. خلي أعطيكم مثال للزملاء. بس شوفوا القاعة كم شمعة فيها؟ والله الله. كم واحدة؟ عشرين تقريبا. هل من المنطقي؟ ما يفعلون. عليه. تبدي مظاهر قاعدة صارت تصور شو يصير؟ تبدي نطلع من ضاعف. هل من المنطقي 20 شمعة أخلي 20 دبلومات كهرباء؟ لا منطقية لو شو يصير معي؟ دبلومة واحدة؟ كله وايرات كل شمعة على مود أنا دبلومة واحدة؟ شغلة كلها بالجسم كذلك أنا أريد أنتج 100 برودكت مو 20 برودكت هل من المنطقي انه اجيب 20 ايفنت على مود انتج 20 برودكت؟ لا شنو الحل؟ وهو الايفنت عنده تركيز قليل جدا لان شلون انا هذا التركيز القليل احصل على تو ماتش برودكت؟ الطريق عن شنو؟ اضاعف ازيد الخطوات شلون؟ اجي هذا السيجنال البروتيوم بس وحده راح تفعل لي 3 ادرين سايكلز كل أدرين سايكليز راح يفعل لي 2 CAMP كل CAMP راح يفعل لي 2 بروتين كايناز وبالتالي شوفوا أنا موليكيول واحدة حصلت على 10 بروتين كايناز هذا نسميه هو الامبليفيكيشن أوف سيجنال فأنت شنو؟ أنا سألت المحاضرة الجاية مع التفاصيل أكثر أوكي؟ بس من ضمن أنه أحد فوائده أنه أنا عندي التركيز مال الليجن قليل جدا وبالمقابل أريد برودكت كمية كبيرة فلازم أضطر أسوي هذه الخطوات على مود أضاعف الإشارة يعني مو من المنطقي أنا أحتاج تو ماتش برودكت أجيب لهم ليجند بيناتهم طيب بديت مولكيو واحدة أوكي هاي المولكيو راح تحفز 3 أدرين سايكليز كل أدرين سايكليز يحفز 2 سي أم بي كل سي أم بي يحفز 2 بروتين كايناز فبالنتيجة من سنجل مولكيو انتجت 10 بروتين كايناز. خوش؟ على مود شغله اقتصاديه لان خلينا دائما نفكر بطريقه التفكير الاقتصادي مو من المنطقي انا اريد 10 بروجكت اجيب 10 ليجند. اوكي؟ اجيب ليجند واحد وازيد الخطوات على مود احصل على 10 بروجكت. لا هي طبعا التضاعف بالملايين مو ضيف فوسفات إلى بروتين آخر متفاعل. أي كائنات ضيف فوسفات. إضافة الفوسفات سوى الكريشن. أي كائنات ضيف فوسفات. إضافة الفوسفات سوى الكريشن. درست بالتذكر بالكورسات العام. ضفنا فوسفات إكسو كائنات عند الجلوكوز صار الجلوكوز إكس فوسفات. ضفنا فكتو كائنات ضاف على الفوسفات. فايروبيت كائنات ضاف على الفوسفات. اوكي الفكره الميكانيز هاي اضافه الفوسفات تسوي اكتيفيشن الموضوع الثاني راح نحكي عنه هو سمتر ميديتد اندوسايتوسيس اقوام المواد موجوده داخل الدم مثل الكوليسترول والايرون هذول احنا نحتاجهم الايرون نحتاج يصنع الهيموجلوبين كوليسترول ايضا نحتاج الكوليسترول فيتامين بي سينثيسيس ستيرويد هرمون سينثيسيس بايل اسيد سينثيسيس سيل ممبرين فانا احتاجه هذين من يريد ان يدخل الخليه ما يدخل اعتباطي يعبر الممبرين ويدخل ويسوي الاكشن لا لازم طريقه منظمه عن طريق ريسبتر هذا الريسبتر من يرتبط به الليجند راح يدخل هذا الليجند الى داخل الخليه ويسوي الاكشن هاي العمليه نسميها ريسبتر ميديتد اندوسايتوسيس الأوتكم عندنا أندرستاند، بس هو بس البروسيس اللي هي سبتة من الإندوسايتوسيس
contribute to the uptake of metabolites. أخذ الميتابوليت. The passage of large molecules across cells for the control of a certain number of cell surfaces and entry of membrane-induced viruses رح نحكي عن كل شيء. الإندوسيتوزيس هو شنو؟ أبتيك إن الخلية تأخذ أشياء. قسمه إلى ثلاث أنواع. الفاجوسيتوزيس اللي هو شنو العالم الكسلي بلعنة. سامعين لي؟ الماكروفاج من يجي على تجي على بكتيريا أو على فورن بودي يسوي بلعنة حيطين يسوون هذا الشيء. والدخل إلى الداخل ويسوي degradation. النوع الثاني يسمي pinocytosis اللي هو الأبتيك أو الفلويد. هذا الشكل يأخذ الفلويد ويدخله. والنوع الثالث الريسبتر مديك الإندوسيتوزيس مثلا الكوليسترول يدخل بكل طرق الريسبتر الضيق تعال السيل اللي يسميه كورتيكيتس يدخله هنا. فالعرف الفاجوسيتوزيس هو found only in specialized cells مثل الماكروفاج والنيتروفيلز are responsible for the binding of part of the receptor in the plasma membrane. The neurotrophic ligand in the plasma membrane receptor. This process permits the clearance of damaged cell materials and invading microorganisms. إن بعض cell materials فيها damage, بعض microorganisms شلون أتخلص من عدها؟ ما أقدر أتخلص منها وهي بالدم يعني بالتشو. أدخلها تجي microorganisms هذا هو النوع الأول. النوع الثاني البينوسايتوسيس هو the invagination of plasma membrane to form limit vesicle. This permits the uptake of impermeable extracellular solutes. أنا عندي سائل بعض هذه الدخلة إلى داخل الخلية ما راح يعبر. لازم أسوي vesicle أحاول فيه وأدخله إلى داخل الخلية. القسم اللي هو قسم البينوسايتوسيس إلى fluid phase وreceptor mediated. هذا السؤال. أو أنا أريد منكم أقول لك شنو types of endocytosis يبيت لازم. Phagocytosis, Phenocytosis, Receptor Mediated Endocytosis. اليوم راح نحكي عن اليوم هو Receptor Mediated Endocytosis. نعم. Pheno للسوائل. Pheno للسوائل. الفاجو للمايكرو أورجانيزم والدمج سيل ماتيريالز. يعني أشياء غريبة عن الجسم أو أشياء محطمة أو بكتيريا. هذا هو أهم سلطة عملية للتبطين بس الفرق إن أنا ما أكو عندي أكشن يعني هناك من البنية للتبطة بسلطة وراها رح يسبب أكشن معين مصر فاندراشن إنزاين لا هذه العملية هي أهم مبدأها بنية للتبطة بسلطة لكن الغرض من عندها هو الأبطين هاي ما عندي أدخلها داخل هذا الغرض بس هي في الطريق ونفس الطريق بسلطة بنية بس نشوف receptor mediated endocytosis with specific binding of molecules to cell surface receptor permits the selective uptake of substances. يعني مو أي مادة أنا داخلها داخلها داخل كونتر دوز. لا أكو بعض المواد اللي هي الـ LDL مثلا والـ RR. نشوف الـ LDL. الـ LDL cells تحتاج إلى كوليسترول. أوكي هذا الكوليسترول وين محمول؟ على الـ LDL. يرتبط بالأضيام مسكتر. الأضيام مسكتر شيء يميز الأبو بي. هم تقول عام أبو بي أبو رايبوبروتين بي. وخلال 10 دقائق راح يصير باينتك. هاي الأضيام البارتيكلز راح تدخل إلى داخل الخلية وتتحد مع اللايسوزوم وتحرر الكوليسترول. نشوف بالصورة. هذا الأضيام داخل الكوليسترول وهذا الأبو بي. يجي هنا على الخلية. الخلية تميز الأبو بي هذا الأضياء مسكر أوكي؟ اتحد هسه ليجنت وهي مسكر أكو فد غلاف بروتيني اسمه كلاثرين هذا يكون من داخل الخلية هو اللي يسوي لنا انفاجينيشن شوفوا هذا الشكل يبدي حيط هذا مسكر يسوي لي نسميها فيزيكول حيط على كل الجهات الآن نسوي هذا الشيء نسميه كودينج فيزيكال. كل هذا البروتين طبعا في تفاصيل عملية. اسمه كلاثرين. وهذا اللي سويناه هاي اسمه كلاثرين كودينج بيتس. بيتس يعني بعاش. تمام؟ فكون لي هذا الستراكشر اسمه كودينج
بيتس. وراها تسوي هاي كود وخرها انكودينج صار اسمه ايرلي اندوسوم. شو يحتوي؟ يحتوي على ريسبتر ومتقبل. زين انا ايش اريد اسوي؟ افصل الريسبتر هذا عن الدوسوم. شو اسوي؟ شلون افصله؟ اقلل البي اتش مال هذا الاندوسوم. اكو اتش بام هنا يدخل هيدروجين الى هذا الاندوسوم وراح تقلل البي اتش مال الاندوسوم الى 5.5 يا اسف 5.5 يا اسف. من تقلل البي اتش الافينيتي بين الريسبتر والليجنت راح تقل، راح ينفصل الريسبتر عن الليجنت. يعني راح ينفصل هذا شوف الاضي ار انفصل عن الاضي ار ريسبتر. وراها شو يصير؟ الاضي ار يروح نسميه ترانسبورت فيزيكال، يصير بي ريسايكلينج للسطح، يرجع استخدام الجديد. البي اتش من فائدته؟ البي اتش هاي مهمه، عارف الناس سؤالهم ايضا ما جاوبوه، شنو فائده اللو بي اتش؟ تقلل الافينيتي بين الريسبتر والليجنت. تمام؟ تقلل انه مو اتصلت، شلون افصل؟ ابغى اجيب الجواب شو افصل؟ اقلل البي اتش لسه وصلت على الماضي، راح ينفصل هذا الريسبتر عن الليجنت. الريسبتر سوى له ريزايد. تمام؟ الليجنت وين يروح؟ الليجنت الريسبتر. راح يدخل باللايسوسوم، واللايسوسوم راح يطلع منه الكوليسترول، والكوليسترول يغادر يروح تخليه يستخدمه في استخدام في صنع ستيرويد، صنع فيتامين دي، صنع فايروس. تمام؟ واضح هاي الخطوات؟ الكود هو اللي يسوي internalization. يعني هذا الادخال يعني هو السيل مبرين، هو سيل مبرين، بس شنو اللي يسوي هاي عمليه internalization؟ يعني الادخال يسوي لي هاي عن طريق هذا الكود. لازم يكون الفيتس. نعيد الخطوات. الال دي ال يرتبط بالريسبتر، بعدين الال دي ال كلستر الكلاثرين كوتنج بيتس، هاي البيتس الانبعاجات، بعدين البيتس بينش اوف تنفصل وتسويني فيزيكلز. هاي الفيزيكلز نسميها اندوسوم. البي اتش مالتها 5.5 الى 6. تمام؟ عن طريق اي تي بي تمدد بروتون بامب، هيدروجين يضخ الى داخله تقل البي اتش مالتها. من تقل البي اتش ال دي ال هاز نو افينيتي فور ال دي ال بارتيكلز اند ذا تو ليش البي اتش لو مهمة؟ على مود to decrease the affinity between the LDL and LDL receptors so they can be dissociated. راح ينفصل. لا هنا هي ما راح تجينا في الايرون شوية تختلف صح؟ تمام؟ لو بالنسبة للكلافرين شو الأهمية مالتها؟ ليش راح يحط الكلافرين؟ شو يسوي؟ شو يسوي؟ عملية الإدخال internalization هو مسؤول عن الكلاثرين. يعني اذا ماكو كلاثرين ما يصير ادخال الخليه. خليه ايش مدري هذا اكو شيء يرتبط بالريسبتر. فهذا الشيء الاخطر من ال اي يبدي هذا حيل من هاي البيت يحل بها الى ان يفصلها يدخلها الى ثاني. يعني اعرف ان هي مو فورم بدي، يعني حتى يميز ان هاي مو فورم بدي. هذا يعني لا هو ريسبتر هي بس سبيسيفيسيتي، يعني هذا الضياء ريسبتر مو اي شيء يرتبط فيه، يرتبط فيه فقط الانسيا. ارتباط الـ LDLB راح يحفز الكلاثرين يكون لي هذا البيتس ويسويه. تمام واضح يا استاذ؟ نقاط هذا الـ LDLB ريسبتر يصير فيه ميوتيشن فورميشن. اذا صار في طفره ايش راح يصير بالكوليسترول؟ راح يصير بعد الأضيال ما تأخذ الخلايا الكوليسترول راح يزداد، نسميه هايبر كوليسترولي. الهايبر كوليسترولي أو الهايبر ليبيديمي هو كمان بريزنتيشن وايد ندرس على الدهون. بالغالب احنا الكوزز عندنا سكندري، يعني
دي ام جون ديس تايرويد ليش بدك تعرفوا هذا المقام بقوه هنا نوع نوعين خوش عين عين الموست كومن كوزز اوف هايبر كوليسترولمي هن سكندري اللي سنه هون 40 سنه لو ما تكون هيريديتري كوز يعني واحد من هو صغير 10 سنوات عنده هايبر كوليسترولمي احد الاسباب مال الهيريديتري او نسميه برايمري هايبر كوليسترولمي هو الميوتيشن بالال دي ار ريسبتور. انواع الميوتيشن هن ثلاثه، ممكن هذا الريسبتور بي ديفيشنسي يعني اصلا ما ينصنع ميوتيشن ذات بريفنت اكسبريشن اوف ال دي ار ريسبتور، يعني اصلا الجين اللي يصنع ال دي ار موجود فمعناه ما في ريسبتور ديفيشنسي. النوع الثاني نون فانكشنال ريسبتور، اكو ريسبتور هذا اليوم طبعا هذا الاحمر هو صحيح اكو ريسبتور لكنه نون فانكشنال، there is no binding of LDL, no recruitment and internalization. يعني اصلا ال LDL ما يميز على ريسبتور نسميه نون فانكشنال ريسبتور. اوكي النوع الثالث اكو ريسبتور واكو ارتباط لكن ما يصير عندي internalization. ليش؟ لان هذا الريسبتور اكو بي يسميها سي تيرمينال، هاي هي اللي يميزها الكوتك بيتس تعرفين، اذا محذوفه هاي السي تيرمينال بعد من 30 ما راح يميز ان هذا الريسبتور ارتبط بي ال دي ال فما راح يصير بي في البي ادخال. فاعيد الاسباب هن ثلاثه زي عفوا النوع الاول نو سينثيسيس او نسميه ريسبتور ديفيشنسي، النوع الثاني نو بايندينج او نسميه والنوع الثالث no internalization. وأيضا هذا السؤال أعتقد أول شيء عام جدا والإجابات صفر بالمية والله ما أعرف هذا تكتبهم give me three types of mutations affect the LDL receptor. سؤال موجود سلايد موجود مباشر وبولد هذا ليش ما جابوه؟ النوع الثالث الريسبتور موجود اوكي والالدي ار مرتبط فيه لكن عمليه ادخال انترنالايزيشن ما تصير. ليش؟ لان الريسبتور بي اكو شيء اسمه سي تيرمينال، هاي السي تيرمينال الكلافين يميزها فاذا محذوفه الكلافين ماذا يميزها؟ فماذا يشتغل الكلافين فماذا يسوي؟ انترنالايزيشن. تمام؟ اذا ثلاث انواع من الميوتيشن نو سينثيسيس no binding و no internalization او receptor deficiency non-functional receptor no internalization. واضحة عني هم الميوتيشن؟ يا سهل عدد واضحة؟ no internalization يعني هنقول الكلافرين ما يصير؟ ايه موجود الكلافرين بس ما دي يميز انه ال LDL ارتبط بيه ما يعرف ما يعرف ايه فما يعرف فيبقى ال LDL مرتبط بهذا بس ما يميز هذا يجي يرتبط بنسميه
ترانسفيرين سيرفر. طبعا ارجع اسال انه شنو فائده الاي او لما نحتاجه؟ صار عندي مصدر تمام؟ هدوء علي شوي. اللي تعبان مريض ما في حل راح يطلع ما عندي مشكله. يجي الايرون عفوا ترانسفيرين محمل بالايرون يرتبط بالريسبتر. اوكي؟ بينما هناك قلنا منه كوليسترول محمول على ال دي ار يرتبط بالريسبتر. وراها ايضا راح يجي بيتا 2 الحين دي يدخل الى داخل الخليه يسوي له انكوتين يسوي اندوسوم يجي بروتون بومب ينزل البي اتش. هنا الفرق. هناك اللو بي اتش ايش فصلت لي؟ الليجند عن الريسبتر. صار عندي ال دي ار بجهه وال دي ار ريسبتر بجهه. هنا شويه فرق. هنا اللو بي اتش راح تفصل الايرون عن الريسبتر والليجند مال. فصلت الايرون من جهه وبقى الريسبتر متصل بالترانسفير. شفت الفرق؟ هناك شنو كان عندي؟ ال دي ار وريسبتر. من قللت الفي اتش انفصل ال دي ار عن الريسبتر. هنا شنو عندي؟ عندي ايرون محمول على ترانسفيرين. اثنين هن محمولات على الريسبتر. من قللت الفي اتش فقط الحديد راح ينفصل. راح يبقى الترانسفيرين متصل صار الريسبتر. ها؟ لكن الكوليسترول فقط ويا الأرضية بعدين بداية الشرح حطمته ففصلت الحديد فقط من عندي. نعم ما انفصل الآيرون يعني أطلع من الإندوسوم. شلون أطلع؟ أحاول إلى إزالة الاثنين هو الإزالة الثاني. أحاول إلى إزالة الاثنين عن طريق أوكسيدو ريدكتيز. بعدين أكو شيء اسمه دايفرنت ميتال ترانسبورتر دي إم تي راح ينقل الآيرون من الإندوسوم للسايتون بلازم ويروح الآيرون الطبيعي. إيش بقى عندي من الإندوسوم؟ إيش بقى عندي؟ بقى الريسبتر والترانسفيرين امتصات مع بعض. هذول الاثنين هم راح يصير في ريسايكلينج للسطح. راح اخلي السطح. بالسطح ايش بدي البي اتش؟ 7 هي البي اتش الطبيعية. هاي البي اتش راح تفصل الترانسفيرين عن الريسبتر. تفصل الترانسفيرين عن الريسبتر. هسه بتقولوا لا عاد شلون راح يجي الايرون يرتبط الترانسفيرين بالريسبتر؟ الترانسفيرين وحده ما يرتبط وحده بالريسبتر. من يجي بي ايرون هذا الشكل راح يقدر يرتبط بالريسبتر. اذا الفرق بين ال دي ار والايرون ال دي ار الريسبتر صار بي وفي سايكل واللي كان اللي هو الكوليسترول صار بي في ال دي ار ديجريديشن. هنا الريسبتر صار بي نعيد النظرة الحاشية ونفس الشيء. النوم.
دايركت ترانسفير باينت ريزيستنت او وصل. الخطوه الثانيه راح يتكون كومبلكس ان كلاسين كوتد بيس. الخطوه الثالثه الكومبلكس راح يدخل الى داخل الخليه والكوت راح يصير فيها ريموف. اوكي الخطوه الرابعه البي اتش اقللها 5.5 الى 6.5. فائده البي اتش هنا ويكند الافينيتي اوف ترانسفير فور ايرون فراح ينفصل عندي اف اي زائد 3 ديسوشيشن فروم ذا بروتين. بعدين انزيم اسمه اوكسيدو ليبيز يحول اف اي زائد 3 الى اف اي زائد 2. وبعدين اكو دايفر ذكر ترانسبورتر ينقل الايرون للسايتوبلازم. من قله البي اتش الافينيتي ظلت قويه بين الاكو ترانسفير نسميه اكو ترانسفيرين صار من راح من الايرون وبين الترانسفيرين ريسبتر. اوكي راح يصير فيها ريسايكلينج للسيرفيس. بالسيرفيس البي اتش 7 هاي البي اتش تحفز او تقلل الافينيتي بين الترانسفيرين الاكو ترانسفيرين عفوا وبين الريسبتر. والسايكل راح تنعاد من جديد انه الترانسفيرين اللي انفصل ready for another round of iron uptake. يبقى هذا الترانسفيرين منتظر يجي ايرون ثاني يرتبط فيه يبدا يدخل للخليه. تمام علي؟ فممكن اسالكم هنا شنو فائده اللو بي اتش؟ او اسال شنو الفرق بين الايرون ابتيك وبين الكوليسترول ابتيك؟ فرقين. الفرق الاول اللو بي اتش تفصل بكذا عن كذا بينما بالايرون تفصل الايرون عن الترانسفيرين. هذا الفرق الاول. الفرق الثاني بالريسبتور كوليسترول الليجند ايش فيها؟ ديجريتد والريسبتور ريسايكل بينما هنا الريسبتور والليجند اثنينهم صار بهم ريسايكل. نخشي شوي على الابتيك اوف انسولين. الانسولين هنا يختلف هم اكو كلاثرين وكذا لكن الفكره ان عنده اندوس اوف انسولين ريميل باور تو ريسبتر اند كومبلكس از تارجت تو ذا لايسوسوم فور ديجريديشن. الانسولين من يرتبط بالريسبتر مالته ويدخل الى داخل الخليه ويسوي الاكشن اللي اريده اني هو شنو الاكشن مالته؟ يدخل الجلوكوز او الدي هو الريسبتر مالته للايسوسوم وسوي ديجريديشن ما في ريسايكلينج هنا فتخلص من الانسولين والريسبتر مالته. بس شنو بعد شلون بتيجي الجلوكوز من جديد اصنع انسولين ريسبتر جديد لان انا ما مفروض اني ابقي انسولين ريسبتر معناها اي شيء راح يجي قدام يجي داخله وهكذا قصه. فانا انتهت الحاجه بالبدايه فعلت الانسولين ريسبتر دخلت الجلوكوز وخلص عود من اخر بعدين يتكون عندي حفز انسولين ريسبتر يتكون من جديد وهكذا. فهنا اللي اريد اوصل له بالانسولين الريسبتر والليجند اثنين صار عندي ديجريديشن. بس راح يجي مخطط يشوف اكو مصطلح اسمه ترانس سايتوسيس مثلا انتقال الماتيرنال اميونوجلوبيولين من الام الى الطفل او انتقال الاي جي اي هذا اللي هو احد الاميونوجلوبيولين من الدم الى البايل هذا لازم يعبر وسط. يعني مثلا اني اريد اني برا اريد اطلع اعبر هاي القاعه ادخل من هاي الباب اعبر اطلع من ذيك الباب. هاي العمليه شو نسميها؟ ترانس سايتوسيس. فاذا انا ما راح اغير الستركشر مالتي ولا انا مجرد هذا عباره عن جسر او طريق اريد اعبر به داخل خارج الخليه. فمثلا هذا الاميونوفلوبينين يدخل يرتبط بالاندوسوم ويطلع نفسه لا صار فيه موديفيكيشن ولا لايسوسوم ولا هاي العمليه نسميها ترانس سايتوسيس. هو يعبر يعني هم هسه بيمشي بالماتيرنال سيركيليشن شلون يعبر الفيتال سيركيليشن؟ شلون يعبر هذا الجسم يعني هو مال الارتري بعدين يوصل الانترستيشن بعدين يدخل الارتري مال الطفل عنده يعني وسط خلوي بين شلون يعبر هاي الطريقه نسميها ترانس سايتوسيس. بس طريقه العبور هي بمبدا الريسبتر من ديفيد اندوسايتوس. هذا جاي كلش مهم في المرة الجاي وأيضا ما حد يجاوب يعني السؤال اللي حسيته فشو هو نفس الحكي كشفنا ال بي ال شنو الفايدة أو حسبتها شنو الفايدة بسايكل واللي جن نيجري لترانسفيرين شنو الفايدة أو حسبتها واللي جن بسايكل
الانسولين شنو الفايت مالتين؟ المتين اللي بيعملون شنو الفايت؟ طبعا راح يسألون شنو هو الريسبتر بالميوغلوبين؟ اكو ريسبتر، اكو ريسبتر عصبي، هذا ريسبتر يدخل اثنين او عنده بس ما هو التفاصيل. فانا السؤال اللي اساله give me four modes of receptor mediated endocytosis including the fate of receptor and the fate of ligand. تقول لي اول نوع هو ال LDL الريسبتر ريسايكل والليجنز، او ممكن يجي بشكل يمسكي بال LDL ريسبتر ريسايكل وهذا ريسايكل وهذا ديجريدنج وهذا ديجريدنج وهذا ريسايكل عشان تربطهم بقبل امسكي تمام؟ فهذا يعني هذا هسه احنا بنحكي الامور الطبيعيه داخل الجسم. اكو بعض الفيروسات وبعض التوكسين الخبيثه تستغل هذا الطريق على ما تدخل الى داخل الجسم، مثل فيروس الايدز سامعين فيه كلش خطر، فيروس فيروس الهربس سمبلكس كوليرا توكسين سيجامونس توكسين، هذول شلون زين زين ليش هذول خطرات؟ يعني مو مثل الانفلونزا فيروس، فيروس مصير يسوي لنا فيبر كم يوم ويوم، هذول شنو مشكلتين؟ يدخل الى داخل الخلايا بالطريق وهذا طريق الريسبتر يبيع عليه طفل كانه جواز رسمي الى داخل الخلايا، الطريق هذا اللي. بس بنقول له احنا مو قلنا ريسبتر سبيسيفيك، اي وهذول خبيثات يسوون ليجند مشابه للليجند مال هذا الريسبتر ويطبق بالخليه. بس يقول شنو الفائده اذا دخلوا الخليه؟ ينطبق داخل الخليه راح يكون مخفيات عن الاميون سيستم. الاميون سيستم بعد ما يقدر يميز اذا طابت داخل الخليه شلون يميز؟ فلذلك احنا نعرف الفيروسات خطر الايدز، الهربس سمبلكس، اوكي؟ الكوليرا توكسين شلون يدخل بالضبط نفس الطريقه يرتبط على الريسبتر يجي ثلاث يطلع على الجسم خليه غشيمه مثل الاعضاء داخل الى داخلها تقوم شو يسوي الفيروس؟ طبعا هاي مالتين يبدي ينتج فيروسات يخلي هاي الخليه يعني مو بس يطب داخلها ينتشر الكسر يستخدم مصانعها الرايبوسوم على مود ينتج فيروسات بعدين في فجاه الخليه فيروسات تطش في الدم وتنقص طريقه خبيثه بحيث يكون شلون السباي جاسوس مخفي عن الاميون سيستم الاميون سيستم بالجسم كلش ملعب بس هاي ولذلك الاتش اي في يعتبر من الفيروسات الخطره ومو سهله العلاج وكذلك الكوليرا توكسين ايضا يدخل عن طريق الكاثرين بيت ويسبب الافكت مالته تدرون بيسوي مثل الدياليه فوش ويسوي ديهايدريشن يعتبر ايضا من التوكسين الخاص تمام؟ عندكم سؤال يعني ممكن تسال؟